يشعرون بالأمان اليوم أكثر من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين. هذا لسان حال أهل الموصل اليوم بعد 7 سنوات على تحريرها من قبضة الإرهاب، وهم ينشدون إعماراً وخدمات تليق بالوضع الجديد وتطفي فيهم جمرة فقدان من أحبوا. ومع ما يجري من حديث عن أوضاع أمنية مستقرة ومغايرة تسود حالة من الخوف والخشية من تغليب المصالح السياسية والصراع على ثروات المدينة الوفيرة على حساب عمليات إعادة الإعمار ومعالجة ملف قضاء سنجار وتحقيق العدالة في المحافظة، مسؤولون وسكان بالمدينة يتحدثون عن طريق طويل ما زال ينتظرهم قبل أن تتخلص مدينتهم من إرث التنظيم، مع خشية من البطء في تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة وهم يرون إلى اليوم الثقوب مغروسة في جدران بعض المباني إلى جانب القضبان الحديدية المتدلية من منشآت في أنحاء المدينة، فيما لا يزال الدمار الواسع على حاله بالبلدة القديمة.